بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نكمل ان شاء الله دروس الرياضيات للصف الثالث الاعدادي المنهج المصري الفصل الدراسي الثاني العام الدراسي 2015-2016 معاكم ناصر سالم. شغالين في الوحدة الخامسة وده الدرس الثالث، والدرس الثالث بيتحدث عن الزوايا المحيطية المرسومة على نفس القوس. الزوايا المحيطية المرسومة على نفس القوس، وناخد نظرية اتنين. نظرية اتنين بتقول ايه؟ نظرية اتنين في منتهى الأهمية برضو، الزوايا المحيطية التي تحصر نفس القوس في الدائرة الواحدة متساوية في القياس، يعني زاوية هاء وزاوية دال وزاوية جيم زوايا محيطية مشتركة في القوس ألف باء، يبقى هذه الزوايا متساوية. البرهان زاوية هاء تساوي نص ألف باء، وزاوية دال نص ألف باء، وزاوية جيم نص ألف باء، يبقى إذا قياس زاوية هاء تساوي قياس زاوية دال تساوي قياس زاوية جيم. برهانها سهل وبسيط ومطلوب بالمناسبة. بيقول لي ادرس كل شكل من الأشكال الآتية ثم وجد قياسات الزوايا المبينة أسفل كل شكل. مثلا هو عايز هذه الزاوية، خلاص دي 25، ده بتاع ايه؟ دي الزاوية دي 25، الزاوية هذه الزاوية 25، يبقى عايز قياس زاوية جيم. عايز قياس زاوية جيم، فين زاوية جيم؟ زاوية جيم اهو، زاوية جيم وزاوية ألف يحصران باء دال، يبقى زاوية جيم تساوي زاوية ألف تساوي ايه؟ تساوي 50 درجة، تساوي 50 درجة. زاوية باء هتساوي زاوية دال تساوي 25 درجة، لأنه بيحصروا نفس القوس، يبقى الزوايا المحيطية اللي بتحصر نفس القوس متساوية في القياس. دي 20 درجة ودي 70، هذه الزاوية 70 درجة، 70 درجة، ده مثلث متساوي الساقين، يبقى هذه الزاوية 70 درجة أيضا، منها 20، يبقى هذه الزاوية كام؟ 50 درجة. 50 درجة يبقى اللي هي قدام القوس، يبقى دي 70 ودي 70، 140، يبقى زاوية ألف 40 درجة. زاوية ألف تساوي زاوية جيم لأن المشتركين في نفس القوس، يبقى زاوية جيم تساوي 40 درجة. باء دال جيم، فين باء دال جيم؟ باء دال جيم هذه الزاوية محيطية مشتركة مع ايه؟ مشتركة مع هذه الزاوية في نفس القوس، يبقى تساوي 20 درجة، يبقى باء دال جيم 70 و20، يعني تدينا 90 درجة. خلاص نفس الفكرة هنا، هذه الزاوية المحيطية 20، يبقى زاوية هاء 20، زاوية هاء 20، هذه الزاوية 43، وعايز قياس زاوية باء هاء دال، باء هاء دال خلاص قلنا 20 درجة مشتركة مع زاوية جيم في القوس باء دال. عايز قياس زاوية ألف باء هاء، ألف باء هاء دي كام؟ قلنا 20 درجة، ودي 43، اقدر اجيب الزاوية دي بسهولة جدا. طيب بيقول لي في الشكل المقابل، ألف باء تقاطع جيم دال يساوي هاء، ألف باء تقاطع جيم دال بيتقاطع في هاء، هاء ألف يساوي هاء دال، هاء ألف يساوي هاء دال، هاء ألف يساوي هاء دال، تمام. اثبت ان هاء باء يساوي هاء جيم، عايز اثبت ان هاء باء ده هاء باء يساوي هاء جيم، هاء باء يساوي هاء جيم. طيب في المثلث الصغير، يبقى انا هبرهن بقى وركز معايا في البرهان. البرهان في مثلث الف هاء دال، الف هاء يساوي هاء دال، تمام،
يبقى إذا قياس زاوية ألف تساوي قياس زاوية دال. تمام، يبقى إحنا أثبتنا كده إن قياس زاوية ألف تساوي قياس زاوية دال. دي عبارة عن إيه؟ زوايا محيطية، زوايا محيطية متساوية. يبقى إذا قياس القوس ألف جيم، ما هي ألف مقابل دال مقابلة لألف جيم، يبقى قياس القوس ألف جيم يساوي قياس القوس دال باء. دال باء، يبقى قياس القوس ألف جيم يساوي قياس القوس ألف دال باء. طيب ألف جيم ده، ألف جيم مش يقابل زاوية باء، تمام، ودال باء مش يقابل زاوية جيم، يبقى زاوية جيم تساوي زاوية باء. يبقى إذا قياس زاوية جيم هتساوي قياس زاوية باء، قياس زاوية جيم تساوي قياس زاوية باء. طالما زاويتين متساويتين في مثلث يبقى مثلث متطابق الضلعين، إذا هاء جيم يساوي هاء باء. سهلة جدا جدا، أول ما الفكرة تجيلك طب أكتب إزاي؟ زي ما أنا كاتب كده بالظبط، زي ما أنا بكتب كده، مش شرط حتى أطول ولا إذا وبما أن، وبما أن وإذا على طول، وسهلة جدا، وهو اللي بيصحح بيبقى عارف إن أنت فاهم ولا مش فاهم. خلاص؟ نتيجة واحد بيقول الزوايا المحيطية التي تحصر أقواسا متساوية في القياس في الدائرة الواحدة متساوية في القياس. يبقى الزوايا المحيطية التي تحصر أقواسا متساوية تكون متساوية في القياس، سواء في الدائرة الواحدة أو في دوائر متعددة. يعني لو ألف جيم يساوي د واو يبقى قياس زاوية باء تساوي قياس زاوية هاء، لو ألف جيم يساوي د واو يبقى قياس زاوية باء تساوي قياس زاوية هاء في نفس الدائرة أو في دوائر متطابقة، أو في دوائر متطابقة. طبعا لازم يقول لك إن الدائرتين متطابقتين أو في عدة دوائر، مش شرط التطابق. عكس النظرية، يعني لو الزوايا المحيطية المتساوية في القياس، لو الزوايا المحيطية متساوية يبقى الأقواس متساوية، طب لو الأقواس متساوية يبقى الزوايا متساوية. ناخد مثال، واللي في الأشكال أوجد قيمة الرمز المستخدم في القياس، يبقى ده 5 س ناقص 40. طيب هنا أ ج يساوي د واو، يبقى هذه الزاوية المحيطية يبقى قياس زاوية باء يساوي قياس زاوية هاء، يعني 5 س ناقص 40 تساوي 30، يبقى 5 س يساوي 70، يبقى 5 س يساوي كام؟ 13 14 7 ل 5 فيها الواحد 21 14 درجة، يبقى س سين ب 14، سين ب 14، وعايز ايه؟ عايز قيمة سين، خلاص جبنا له قيمة سين. طيب هنا الزاوية المحيطية ديت ده 50، 50 ده مقابل لأي زاوية محيطية؟ هذه الزاوية، هذه الزاوية. طيب صحيح، يبقى أنا عندي بما أن أ ب يوازي ج د، يبقى أ ج القوس أ ج قياس القوس أ ج يساوي قياس القوس ب د، حسب الإيه؟ حسب النتيجة اللي إحنا أخدناها في الدرس الأول، أن الأوتار المتوازية تحصر أقواسا متساوية، تحصر أقواسا متساوية. يبقى أ ج يساوي ب د قوسين متساويين في القياس، يبقى الزوايا المحيطية المقابلة لها متساوية في القياس، يبقى 3 ص ناقص 5 يساوي كام؟ يساوي 50، يعني 3 ص يساوي 55، يبقى الص يساوي 55 على الايه؟ على التلاتة. خلاص؟ طيب نفس الفكرة هنا، ديت ايه في الزاوية؟ هذه الزاوية المحيطية، تمام. مظبوط، انا عندي هذه الزاويه المركزيه في الدايره الصغيره، دي زاويه مركزيه ودي زاويه محيطيه، يبقى الزاويه المركزيه ضعفها، الزاويه المركزيه ضعفها. طيب يبقى كام؟ 56، يبقى في 2 يعني 112، يبقى القوس ده 112. طيب القوس ده ما هو مقابل الزاويه المحيطيه ديت،
يبقى بتساوي 56. نص المية واتناشر، مية واتناشر هتساوي 56، يبقى الزاويتين دول متساويتين، يبقى 2 عين زائد 6 يساوي 56، وأقدر أجيب العين بسهولة. طيب مثال بيقول لي ألف دال يساوي باء هاء. ألف دال يساوي باء هاء، دول اللي تحت دول المثلث كله مش متساوي الساقين. ماشي، وطالما متساويان في الطول في الدائرة أ د تقاطع باء هاء في ج يتقاطع في ج، اثبت أن ج د، عايز يثبت أن ج د يساوي ج هاء. طيب يبقى البرهان سهلة جدا، سهلة جدا. طبعا المطلوب في منتهى الأهمية، وكل مطلوب لازم يحل لك حاجة في البرهان. طيب بما أن، يبقى أنت بما أن أ د يساوي باء هاء، طيب الأقواس المقابلة لهذه الأوتار تكون متساوية، يبقى قياس أ د مقابل لإيه؟ للقوس أ د، يبقى القوس أ د يساوي قياس القوس هاء باء. تمام. يبقى أنا لو أنا أضفت ليهم د هاء، ده د هاء معايا، يبقى بإضافة د هاء للطرفين، يبقى قياس أ د زائد قياس د هاء يساوي قياس هاء. لما تضيف حاجة للطرفين حاجة واحدة يبقى المتساوية زي ما هي، قياس د هاء. تمام. قياس أ د وقياس د هاء، أ د ود هاء بيديني إيه؟ أ هاء، يبقى قياس القوس أ هاء يساوي قياس هاء باء ود هاء، هاء باء ود هاء يدينا قياس القوس باء د. طيب خلاص انا كده جبت القوسين الكبار، أ هاء يقابل ايه؟ أ هاء، القوس أ هاء يقابل أي ضلع؟ أي زاوية قصدي؟ زاوية باء، يبقى قياس زاوية باء تساوي قياس باء د، باء د يقابل القوس باء د يقابل ايه؟ الزاوية المحيطية أ، يبقى تساوي زاوية أ. قياس زاوية باء تساوي قياس زاوية أ، يبقى إذا أ ج يساوي باء ج، أ ج أ ج كلها يساوي باء ج كلها. طيب ما أنا عندي أ ج يساوي إيه؟ مش أ ج ده، ممكن أقول أ د زائد د ج، مظبوط ما غلبتش حاجة. باء ج يساوي إيه؟ ممكن أقول باء هاء زائد هاء ج، تمام ما غلبتش حاجة. طب من عندي باء هاء ود ج متساويين، هو إيه اللي عليه؟ باء هاء وألف د قصدي، باء هاء وألف د متساويين، يبقى لو شلت ده من الطرفين يبقى إذا د ج يساوي هاء ج وهو المطلوب، يبقى د ج يساوي هاء ج وهو المطلوب. عكس نظرية اتنين بدون برهان، ودي في منتهى الأهمية، نظرية عكس نظرية في منتهى الأهمية، هام جدا وهنحتاجها كتير جدا جدا في الشكل الايه في الدرس القادم. بيقول لي ايه؟ لو عندي شكل رباعي أ باء ج د، شكل رباعي أ باء ج د، نقرأ النظرية، إذا تساوى قياس زاويتين مرسومتين على قاعدة واحدة وفي جهة واحدة منها فإنها تمر برأسيهما دائرة واحدة تكون هذه القاعدة وترا فيها. يبقى أنا لو عندي دائرة زاويتين مرسومين على قاعدة واحدة زي أ ج باء و ب د ج، لو الزاوية ج تساوي زاوية د، يبقى الشكل الرباعي أ باء د ج يمر برؤوسه دائرة، يمر وهنعرف في الدرس القادم ان هذا الشكل بسميه شكل رباعي دائري، بسميه شكل رباعي دائري. يبقى انا لو لقيت زاويتين مرسومتين على قاعدة واحدة وفي جهة واحدة من هذه القاعدة متساويتان، يبقى رؤوس الشكل الرباعي يمر به دائرة، وهذا الشكل الرباعي بسميه رباعي دائري. مهمة جدا ديت. طيب بيقول لي في الشكل المقابل أ باء يساوي أ د، أ باء يساوي دي باء، أ باء يساوي أ د، قياس زاوية أ 80 درجة كلها، قياس زاوية ج 50 درجة، اثبت أن النقط أ وباء وج ودال تمر بها دائرة واحدة. يبقى أنا
فين الزاويتين المرسومتين على قاعدة واحدة د وج؟ يبقى أنا لو أثبتت إن زاوية د تساوي زاوية ج على طول إن الأربع نقاط يمر بهما دائرة واحدة. الحل في مثلث أ ب د، بما أن أ د يساوي أ د يساوي أ ب، مظبوط، أ د يساوي أ ب، خلاص. يبقى زاوية، يبقى قياس زاوية د تساوي قياس زاوية أ ب د، تساوي إيه بقى؟ 180 ناقص 80 على الاتنين، يعني هيساوي 100 على الاتنين، يعني قياس زاوية د تساوي كام درجة؟ 100 على الاتنين يعني 50 درجة. وبما يبقى إذن قياس زاوية د تساوي قياس زاوية ج، ده زاويتان مرسومتان على أ ب وفي جهة واحدة منها، يبقى إذن أ وب وج ود تمر بهما دائرة واحدة، تمر بهما دائرة واحدة. مثال تاني بيقول لي أ ب و ج د وتران في متساويان في الطول. معلش هو ملخبط شوية، هو قصده أ ب و ج د، أ ب كله و ج د كله هما المتساويان، مش هاء د و هاء ب، لا، أ ب و ج د كله. طيب اثبت أن المثلث أ هاء ج متساوي الساقين. يبقى بما أن أ ب يساوي ج د، يبقى لما يقول لي متساوية كده متساويتين كده، يبقى أنا أشوف الأقواس المقابلة لهم على طول، أشوف الأقواس المقابلة لهما. يبقى إذا قياس القوس المقابل لأ ب هو مين؟ القوس المقابل لأ ب معايا اللي هو أ ج ب، أ ج ب، يبقى قياس أ ج ب، أ ج ب اللي هو المقابل لأ ب، أ ب اللي هو أ ج ب، يساوي قياس القوس المقابل لج د اللي هو د أ ج د أ ج. طيب الخطوة التانية إيه؟ أشوف القوس ده قوس كبير جدا، أشوفه بيتكون من إيه؟ بيتكون من قوسين، يبقى أكيد القوس أ ج ب بيتكون من قوسين، يبقى قياس القوس أ ج زائد قياس القوس ب ج، قياس القوس ب ج، مش أ ج ب ده من أ ج وب ج، تمام، يساوي قياس القوس د أ ج، يبقى أ د فين أ ب؟ أ ب ده و د ج، د ج أ د أيوه و أ ج زائد قياس القوس أ ج، تمام. ملاحظ إيه؟ إن أ ج هو متكرر في الطرفين، يبقى ممتاز جدا، يبقى أروح شايله من الطرفين، يبقى أعطاني إيه؟ أن قياس ب ج القوس ب ج يساوي قياس القوس أ د. أبدأ أشوف بقى ده القوسين دول الزوايا اللي قابلهم إيه؟ أ ج ب ب ج ب ج، يبقى قياس زاوية أ، وأ د قياس زاوية ج، يبقى قياس زاوية أ تساوي قياس زاوية ج. يبقى إذن الزاويتين دول طلعوا متساويتين، زاويتين محيطيتين يحصران أقواسا متساوية، يبقى متساويتين في القياس. إذن مثلث هاء ألف ج متساوي الساقين، متساوي الساقين، يعني ألف هاء ألف يساوي هاء ج. واضح؟ لو ما فهمتش عيد الفيديو تاني، يعني انت معلش يا الهندسه، لو انا بشرح وطار منك جزء كده خلاص يبقى المساله مش هتعرف تفهم، عيد الفيديو تاني وركز في الجزئيه اللي ضاعت منك. يعني مثلا انا فهمت جزء وفي جزء ضاع، ابدا اعيد الفيديو من عند الجزء اللي ضاع، عيده مره واثنين وثلاثه لحد ما تفهم المساله وحلها انت بايه؟ وحلها انت بنفسك. في مساله تانيه؟ لا خلاص، يبقى كده اتمنى ان شاء الله يكون استفدت استفاده كبيره من هذا الدرس. أشوفكم في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.